فضيلة الشيخ عطية صقر، رجل ينزف من أنفه لأنه مصاب بالرعاف، ولو بقي معتدل القامة سيؤدي ذلك إلى كثرة الدم النازل من فمه أو من أنفه، وإذا استلقى على ظهره حسب نصيحة الطبيب يتسرب الدم إلى فمه وحلقه، فما حكم صومه شرعا؟ الرعاف وهو نزول الدم من الأنف، إن وصل منه شيء إلى الجوف بطل الصوم، فإن لم يصل فلا بطلان. وإذا شق على المريض حفظ الدم من الدخول إلى الجوف فله الرخصة في الفطر وعليه القضاء، والله أعلم. رجل يقول: أنا شخص مصاب بكثرة البلغم، فهل يفسد صومي إذا بلعته؟ وماذا أفعل وأنا في الصلاة ويتعذر علي إخراجه؟ الريق العادي الخالي من مواد غريبة يجوز بلعه في نهار رمضان وفي أي صيام، وذلك لمشقة الاحتراز عنه، وليس من الواجب بصقه كلما تجمع، فإن بصقه يزيد من الإحساس بالعطش وجفاف الحلق، إلى جانب أن ابتلاعه لا يعد أكلا ولا شربا، وليس غذاء يتنافى مع معنى الصوم وحكمته. أما البلغم الخارج من الصدر ومثله النخامة النازلة من الرأس، فإن وصل إلى الفم ثم بلعه الصائم بطل صومه على ما رآه الشافعية، إذ يصدق عليه أنه شيء دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح ولا يشق الاحتراز عنه. وقال بعض العلماء: إن بلعه في هذه الحالة لا يضر ما دام لم يتجاوز الشفتين، بل قاسه آخرون على الريق العادي فقالوا: إن بلعه لا يبطل صومه مطلقا. وفي هذا القول تيسير على المصابين بحالة يكثر فيها البلغم، أما غير هؤلاء فيتبعون أحد القولين الأولين. وعلى القول بأن بلعه يبطل الصوم يجب بصقه حتى لو كان في الصلاة، على ألا يطرحه في المسجد، فإن تلويث المسجد ممنوع، بل يكون ذلك في نحو منديل بحركة خفيفة لا تبطل الصلاة، والله أعلم. يقول البعض: إن نوم الصائم عبادة، فهل هذا القول حديث شريف، أو ما مدى صحة هذا القول؟ جاء في تخريج العراقي لأحاديث إحياء علوم الدين للغزالي أن هذا الحديث موجود في أمالي ابن مندة من رواية ابن المغيرة القواس عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف، ولعله عبد الله بن عمرو، فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلا عنه، ورواه أبو منصور الديلمي في مسنده من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه سليمان ابن عمرو النخعي أحد الكذابين. يؤخذ من هذا أن الحديث ليس صحيحا ولا حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما ضعيف وإما موضوع. وبصرف النظر عن سند الحديث، فهناك وجهة نظر عند تفسيره. وجهة تقول: إن الصائم الذي يتعرض أثناء صيامه لأمور تتنافى مع حكمة الصيام بسبب اندماجه مع المجتمع كالكذب والغيبة والنظر المحرم وغير ذلك، سيكفه نومه بالنهار عن هذه الأمور المنكرة، وذلك صورة من صور العبادة، فهو عبادة سلبية كالصدقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في وجوبها على كل مسلم: لا يجد ما يتصدق به ولا معونة من أي نوع كان، قال: فليمسك عن الشر فإن إمساكه عن الشر صدقة، رواه البخاري ومسلم. ومن هنا يكون نومه صوابا وعبادة.
ومن وجهة نظر أخرى الصائم الذي يؤثر النوم على العمل الإيجابي المنتج مخالف لأوامر الدين في وجوب استغلال طاقة الإنسان في عمل الخير، ومخالف كذلك للأوامر الدينية التي تنفر من العجز والكسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة منهما أبا أمامة حتى يذهب الله همه ويقضي دينه كما رواه أبو داود. فالإسلام دين حركة وعمل وإنتاج، والصائم يمكنه ذلك في حدود الوسع والطاقة. ولم يقف الصحابة عن العمل وهم صائمون، بل وقعت كبريات الغزوات في شهر رمضان، وعلى رأسها غزوة بدر والفتح الأعظم لمكة المكرمة. وإذا كانت بعض الدول تخفف من العمل في شهر الصيام فلا يجوز أن يستغل ذلك لمزيد من الكسل والتهاون، فالعمل الصالح في ظل الصيام له ثوابه الجزيل. ومن هنا يكون نوم الصائم خطأ وليس عبادة، والله أعلم. ويقول البعض الآخر إن كثرة النوم في رمضان تبطل الصوم أو على الأقل تضعف من الثواب والأجر، فنود توضيح ذلك. شهر رمضان شهر عبادة ليلا ونهارا، أما بالليل فبالقيام بصلاة التراويح وقراءة القرآن، وأما بالنهار فبالصيام، والجزاء على ذلك وردت فيه نصوص كثيرة، وفي حديث واحد جمع ثواب الصيام والقرآن فقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ولو نام الصائم طول النهار فصيامه صحيح، وليس حراما عليه أن ينام كثيرا ما دام يؤدي الصلوات في أوقاتها. وقد يكون النوم مانعا له من التورط في أمور لا تليق بالصائم وتتنافى مع حكمة مشروعية الصيام، وهي جهاد النفس ضد الشهوات والرغبات التي من أهمها شهوة البطن والفرد. ويدخل في الجهاد عدم التورط في المعاصي مثل الكذب والزور والغيبة، فقد صح في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن هنا لا تكون كثرة النوم في نهار رمضان مبطلة للصيام، والله أعلم. وهذا زوج يقول: كنت صائما وأغواني الشيطان فقبلت زوجتي، فهل بطل صومها أو صومي؟ روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وبعض الأزواج هو عائشة أو أم سلمة لرواية الحادثة عن كل منهما. ومعنى أملككم لإربه أنه أقدركم على منع نفسه عن المباشرة الجنسية. وجاء في رواية البيهقي عن عائشة أنه كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. وروى مالك في الموطأ أن عائشة بنت طلحة وكانت فائقة الجمال وكانت ثقة، كانت عند عائشة أم المؤمنين، فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فقالت عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك، يعني من زوجتك، فتلاعبها وتقبلها؟ قال: أو أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت
لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به. قال فمه. رواه أبو داود والنسائي وقال منكر وصححه ابن خزيمة. ومعنى فمه يعني أسكت. ورويت ففيما يعني فيما السؤال. بناء على هذه المرويات قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، وأخذ به أحمد وإسحاق. ومذهب الأحناف والشافعية أنها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها. وعند المالكية كما قال الزرقاني على المواهب أنها تحرم إن خاف الإنزال، وإلا كانت مكروهة. وقال الحافظ ابن حجر إنها مباحة لمن يكون مالكا لنفسه من الوقوع فيما يحرم من الإنزال والجماع. والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث فجعلوا القبلة للصائم سنة وقربة من القرب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مردود لأن الرسول كان يملك إربه فهو ليس كغيره. وإذا كان هذا في قبلة الزوجة فإن القبلة لغيرها من الأجانب بالذات حرام، أما بطلان الصوم فهو كقبلة الزوج. وعلى ذلك إذا كان الرجل أو المرأة يخشيان من القبلة الإفطار بنزول شيء من هذه اللذة فالقبلة حرام أو مكروهة على الأقل. أما إذا كان هناك أمن من نزول شيء منهما فلا حرمة في ذلك والأولى تركها، والله أعلم. وما حكم الدين في من يفتح مطعما للأكل في نهار رمضان؟ صيام رمضان من أهم الأركان التي بني عليها الإسلام، وكان من رحمة الله تعالى أن خفف عن ذوي الأعذار فأباح لهم الفطر ما دام العذر قائما على أن يصوموا قضاء ما أفطروه، كما قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء هذه الفريضة، فقال فيما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه، بل جاء التحذير من التعجل بالفطر قبل موعده. فقد روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم ورؤيا الأنبياء حق، رأى قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما، وهم الذين يفطرون قبل تحلة الصوم أي قبل وقت الإفطار. والذي يساعد المفطر على فطره من غير عذر شريك له في الإثم، فما أدى إلى الحرام يكون حراما، كما أن تقديم طعام أو شراب له باختياره دليل رضائه عن فعله، والراضي بالمعصية عاص كما قرر العلماء. وكما نص الحديث على لعن شارب الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. والذي يملك محلا لبيع مأكولات أو مشروبات قد تتناول بعيدا عنه أو تعد لتناولها في وقت يحل فيه تناولها، لا وجه لمنعه من ذلك ما دام لم يرى المنكر يرتكب أمامه بتناول المشتري له في نهار رمضان. والواقع يقضي بتيسير حصول الناس على ما يحتاجون
والإثم عليهم في سوء استعمال ما يقع تحت أيديهم. أما الذي يملك مطعما يتناول فيه الناس غذاءهم، أو مقهى تتناول فيه المشروبات، فإن كان ذلك التناول في نهار رمضان وتأكد أن متناوله مفطر لا عذر له في الإفطار كانت مساعدته على ذلك محرمة. وإذا كانت معرفة المعذور وغير المعذور متعسرة في المجتمع الكبير الذي يجمع أخلاقا متنوعة قد تنتحل فيه الأعذار، فالأفضل عدم القيام بهذا العمل نهارا وفي ممارسة نشاطه ليلا متسع له دون حرج. ذلك أن تيسير تناول الطعام والشراب في هذه الأماكن في نهار رمضان فيه إغراء بالفطر، وفيه تشويه لسمعة المجتمع الإسلامي الذي يجب أن يراعي حرمة هذا الشهر الكريم. والمتقون لربهم يستعدون قبل رمضان بما يغنيهم عن العمل فيه من أجل العيش، ليتفرغوا للعبادة أو لمزاولة عمل آخر، والليل كله مجال واسع للعيش الكريم. إن الأمر يحتاج إلى مراقبة الضمير وإلى يقظة المسؤولين وتعاون الجميع على مقاومة المنكر والتمكين للخير والمعروف، وبخاصة في هذا الشهر المبارك العظيم. فالأولى للإنسان الذي يفتح محله بالطعام والشراب، الأولى له أن يبتعد عن ذلك حتى يبارك الله له ويزاول هذا النشاط في الليل وهو متسع له بأكبر قدر ممكن، والله أعلم. سيدة تقول: ذهبت إلى طبيبة أمراض نساء وقامت بفحصي فحصا مهبليا، فهل هذا الفحص أفسد صومي؟ أنا أختار القول لأن الفحص المهبلي ليس طعاما ولا شرابا لا يدخل الجوف، أختار أنه لا يبطل الصوم. وكذلك الكشف على البواسير الداخلية أو الكشف على اللوز بنحو ملعقة، أنا أختار أن كل ذلك لا يبطل الصوم، والله أعلم. وما حكم الدين في المرأة التي تصر على أن تصوم وعليها الدورة الشهرية مع العلم أنها تقضي هذه الأيام فيما بعد؟ بعض ذوي الأعذار الذين يجوز لهم الفطر يجوز لهم أن يصوموا وإن كان في الصوم مشقة وليس عليهم القضاء، لكن المرأة في أثناء الدورة لا يجوز لها أن تصوم حتى لو كانت قادرة على الصيام، فيحرم عليها ذلك ولا يصح منها ما صامته، وعليها أن تفطر، لأنها لو صامت كانت كالتي تصلي وهي غير متطهرة حيث تلبست بعبادة فاسدة، وذلك محرم باتفاق العلماء. ودليل حرمة صيامها ليس نصا صريحا في كتاب أو سنة، وإنما هو إجماع الأئمة والمجتهدين بناء على ما أثر عن العصر الذي يؤخذ منه التشريع. أما القضاء فجاء في رواية البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال بعض العلماء: مفهومه أنهن ما كن يصمن ولا يصلين عند وجود الدم، ولو جازت صلاتهن وصيامهن لنقل ذلك للحاجة إليه. فالخلاصة أن صيام المرأة حرام إذا كانت في دورة الحيض أو النفاس، والله أعلم. بعض النساء يأخذن أدوية لتمنع الدورة الشهرية حتى يتممن صيام رمضان، فما الحكم في ذلك؟ ممن خفف الله عنه في رمضان المرأة في أثناء الدورة الشهرية وفي مدة النفاس،
فأوجب الإسلام عليها الفطر كما أوجب عليها القضاء، والقضاء سيكون في أيام في غير رمضان، والشهر الذي يجري فيه القضاء ليس له من الفضل وليس فيه من النفحات ما في شهر رمضان. ولذلك يرى بعض النساء منع نزول الدم في رمضان ليصح الصوم ويفزن بفضل رمضان من صيام ومن صلاة التراويح وقراءة القرآن. لا يوجد دليل يحرم ذلك في كتاب أو سنة ولا في مأثور السلف الصالح، بل جاء في المأثور عنهم أنهم كانوا يجيزون للنساء في موسم الحج أن يتعاطين ما يمنع نزول الدم حتى لا يحرمن من أداء الشعائر التي تشترط فيها الطهارة كالطواف حول البيت والصلاة في المسجد الحرام بمكة ومسجد الرسول بالمدينة وكقراءة القرآن الكريم. وكان منقوع شجر الأراك الذي يؤخذ منه السواك مفيدا في هذا الموضع، فوصفوه للنساء ولم ينقل اعتراض أحد عليه. ننتهي من هذا إلى أنه يجوز للمرأة أن تأخذ دواء يمنع نزول الحيض في رمضان، ولكن أنصح باستشارة الطبيب، والله أعلم. إذا أفطرت أياما في رمضان ولم أتمكن من قضائها حتى دخل رمضان التالي، فهل علي كفارة لهذا التأخير؟ وعند القضاء هل يجب أن يكون الصوم متواليا أم يجوز أن يكون مفرقا؟ جمهور العلماء يوجب فدية على من أخر قضاء ما فاته من رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، وتتأكد هذه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم بما يكفيه غداء وعشاء، تتأكد إذا كان تأخير القضاء لغير عذر. واستدلوا على هذا الحكم بحديث موقوف على أبي هريرة، أي أنه من كلامه هو، ونسبة هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رفعه إليه هذه النسبة ضعيفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا فدية مع القضاء، وذلك لأن الله تعالى قال في شأن المرضى والمسافرين فعدة من أيام أخر ولم يأمر بفدية، والحديث المروي في وجوب الفدية ضعيف لا يؤخذ به. قال الشوكاني منتصرا لهذا الرأي: ليس هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفدية، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل هنا، فالظاهر عدم الوجوب. هذا ما قاله الشوكاني. الشافعي قال: إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية، أما إن كان لغير عذر فالفدية واجبة، وهذا الرأي وسط بين الرأيين السابقين. لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد في مشروعية الكفارة لم يفرق بين العذر وعدم العذر، ولعل القول بهذا الرأي يريح النفس لمراعاته للخلاف بصورة من الصور. ثم إن قضاء رمضان واجب على التراخي وليس على الفور، وإن كان الأفضل التعجيل به عند الاستطاعة، فدين الله أحق بالقضاء العاجل. وثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء. ولا يلزم في القضاء التتابع والموالاة، فقد روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان:
إن شاء فرق وإن شاء تابع، والله أعلم. سيدة تقول: جاء رمضان علي في سنة من السنوات وأنا حامل، ونصحني الأطباء بالإفطار، ومرة أخرى جاء رمضان وكنت نفساء، فصمت عددا من الأيام واختلط علي الأمر فلم أعرف عدد ما صمت وما بقي علي من قضاء، فماذا أفعل؟ عليها أن تجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها، وتعمل بهذا الاجتهاد، وتسن الزيادة على ذلك لتكون مطمئنة على ما وجب عليها، والله أعلم. رجل يقول: مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام، فهل يلزمني ذلك أم أخرج فدية عنه؟ جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وبناء على هذا قال الشافعية والحنابلة بجواز قضاء الصوم من الولي، بل قالوا باستحبابه، وبجوازه من الأجنبي إن أذن الولي، لكن الأحناف والمالكية قالوا إن وليه لا يصوم عنه، بل يطعم مدا عن كل يوم، وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة، لكن النووي قال في جواز القضاء إنه هو الصحيح المختار والنصوص تشهد له. فالخلاصة أن هناك رأيين في هذا الموضوع، والرأي الصحيح القوي ما شهد له الحديث، وبخاصة إذا أوصى هذا الميت بأن ما تركه يقضى، والله أعلم. شخص نوى الفطر في الغد ولكنه أصبح صائما ولم يفطر، فهل بطل صومه قياسا على حديث إنما الأعمال بالنيات؟ من نوى الفطر غدا لكنه أصبح صائما لم يفطر، صومه باطل لأنه لم يبيت النية، لحديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أحمد وأصحاب السنن. هذا في الصوم المفروض، أما في صوم النفل فيجوز له أن ينوي قبل الزوال، والله أعلم. جاء في بعض الأحاديث أن الشياطين تصفد في رمضان، فكيف يتفق هذا مع وقوع جرائم وآثام كثيرة من الصائمين وغير الصائمين في رمضان؟ روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وروى ابن خزيمة في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردت الجن. إن الواقع يشهد بأن المعاصي ما تزال ترتكب في رمضان وفي غير رمضان، ومن أجل التوفيق بين الحديث الثابت وبين الواقع المشاهد قال الشراح: إن المراد بتقييد الشياطين في رمضان عدم تسلطها على من يصومون صوما صحيحا كاملا روعيت فيه كل الآداب التي منها عفة اللسان والنظر والجوارح عن المعصية، استجابة للحديث الذي رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أو المراد بالشياطين التي تصفد المردة والجبابرة منهم كما في رواية ابن خزيمة، أما غيرهم فلا يقيدون، ولذلك تقع من الناس بعض المعاصي.
أو المراد أن الشياطين كلها تغل بمعنى يضعف نشاطها ولا تكون بالقوة التي عليها بدون أغلال وقيود، أو المراد أن المعاصي التي تكون بسبب الشياطين تمنع ولكن تقع المعاصي التي يكون سببها النفوس الخبيثة الأمارة بالسوء أو العادات القبيحة أو شياطين الإنس؟ ومن هنا نرى أن الحديث لا يصطدم مع الواقع عند فهمه فهما صحيحا، وذلك ما نحب أن نلفت الأنظار إليه في فهم نصوص الدين حتى لا تكون هناك ريبة في الدين أو انحراف في الفكر والسلوك، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، أثناء نهار الصوم اشتهت نفسي بعض الطعام حتى وددت أن أفطر، بل كان بيني وبين تناول هذا الطعام شعرة، هل أنقص هذا التشهي من درجة صومي؟ هذه الحالة المذكورة مظهر من مظاهر جهاد النفس وثوابها عظيم، وقد أشار إلى ذلك الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهو قد خالف هوى نفسه وآثر رضاء الله، وأرجو أن يكون ثوابه عظيما إن شاء الله، والله أعلم. رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع الذي منه صيام 6 أيام من شهر شوال، ويتردد بين كثير من الناس صيام الأيام البيض، فما هذه الأيام؟ وهل منها 6 من شوال؟ مبدئيا الأيام البيض موجودة في كل شهر قمري، وهي التي يكون القمر موجودا فيها من أول الليل إلى آخره 13 و14 و15، وسميت بيضا لبيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس، والإسلام قد شرع صيامها وجعله مندوبا ومستحسنا. جاء في الزرقان على المواهب أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، رواه النسائي. وعن حفصة أم المؤمنين: 4 لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن أي يتركهن، صيام عاشوراء والعشر وأيام البيض من كل شهر وركعتي الفجر، رواه أحمد. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة أم المؤمنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يباري من أي أيام الشهر يصوم، رواه مسلم. ثم قال الزرقاني: والحكمة فيها أنها وسط الشهر، ووسط الشيء أعدله، ولأن الكسوف أي خسوف القمر غالبا يقع فيها، وقد ورد الأمر بمزيد من العبادة إذا وقع، فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد وهو صيام الأيام البيض، فيتهيأ له كأن يجمع بين أنواع العبادات من الصلاة والصيام والصدقة، بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتهيأ له استدراك صيامها. هذا ما جاء في صيام الأيام البيض 3 من كل شهر. أما 6 أيام من شهر شوال فإن تسميتها بالبيض تسمية غير صحيحة، وبصرف النظر عن التسمية فإن صيامها مندوب مستحب وليس واجبا، وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. كما جاء في فضلها حديث رواه الطبراني: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومعنى صيام الدهر
الصيام العام، وجاء بيان ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات لابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه ومؤداها أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر، والأيام الستة من شوال بستين يوما أي بشهرين، وهما تمام السنة اثنا عشر شهرا. وهذا الفضل لمن يصومها في شوال، سواء أكان الصيام في أوله أم في وسطه أم في آخره، وسواء أكانت الأيام متصلة أم متفرقة، وإن كان الأفضل أن تكون من أول الشهر وأن تكون متصلة وهي تفوت بفوات شوال. والحكمة في صيام ست من شوال بعد الصيام الطويل في شهر رمضان هي عدم انتقال الصائم فجأة من الصيام بما فيه من الإمساك المادي والأدبي إلى الانطلاق والتحرر في تناول ما لذ وطاب متى شاء، فالانتقال الفجائي له عواقبه الجسمية والنفسية، وذلك أمر مقرر في الحياة، والله أعلم. لو صام إنسان الستة أيام من شوال على أنها قضاء لأيام فاتت، هل يحصل له ثوابها أم لا بد من صيام ستة أيام بنية السنة؟ يمكن لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم هذه الأيام الستة من شوال بنية القضاء، فتكفي عن القضاء ويحصل له ثواب الستة البيض في الوقت نفسه إذا قصد ذلك، فالأعمال بالنيات. وإذا جعل القضاء وحده والستة وحدها كان أفضل، بل إن علماء الشافعية قالوا إن ثواب الستة يحصل بصومها قضاء حتى لو لم ينوها، وإن كان الثواب أقل مما لو نواها. جاء في حاشية الشرقاوي على التحرير في فقه الشافعية ما نصه: ولو صام فيه أي في شوال قضاء عن رمضان أو عن غيره أو نذرا أو نفلا آخر حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال، وإن لم يعلم بها أو صامها عن أحد مما مر أي النذر أو النفل الآخر، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولا سيما من فاته رمضان أو صام عنه شوال، لأنه لم يصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه ست من شوال. ويشبه هذا ما قيل في تحية المسجد، وهي صلاة ركعتين لمن دخله، قالوا إنها تحصل بصلاة الفريضة أو بصلاة أي نفل وإن لم تنو مع ذلك، لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بما ذكر، ويسقط بذلك طلب التحية ويحصل ثوابها الخاص وإن لم ينوها على المعتمد كما قال صاحب البهجة. وفضلها بالفرض والنفل قد حصل، والمهم ألا ينفي نيتها، فيحصل المقصود إن نواها وإن لم ينوها. وبناء على ما تقدم، يجوز لمن يجد تعبا في قضاء ما فاته من رمضان وهو حريص على جعل هذا القضاء في شوال ويريد أن يحصل على ثواب الأيام الستة أيضا، يجوز أن ينوي القضاء وصيام الستة أو القضاء فقط دون نية الستة، وهنا تندرج الستة مع الفرض، وهذا تيسير وتخفيف لا يجوز التقيد فيه بمذهب معين ولا الحكم ببطلان المذاهب الأخرى، والله أعلم. جاء في بعض الأحاديث أن شهر المحرم هو شهر الله،
فلماذا هذا التخصيص لهذا الشهر بالذات مع العلم أن الشهور كلها شهور الله؟ روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال الحافظ السيوطي: سئلت لما خص الله المحرم بقوله شهر الله دون سائر الشهور، مع أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان، ووجدت ما يجاب به بأن هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور، فإن اسمها كلها على ما كانت عليه في الجاهلية، وكان اسم المحرم في الجاهلية صفر الأول، والذي بعده صفر الثاني، فلما جاء الإسلام سماه الله المحرم، فأضيف إلى الله تعالى بهذا الاعتبار، وهذه فائدة عظيمة. هذا وشهر الله المحرم فيه عاشوراء، وهو يوم مبارك، والله أعلم. من صيام التطوع أيضا صيام عشر ذي الحجة، وقد ذكرت أحاديث شريفة في فضل هذا الشهر وفضل الصيام فيه، وخاصة في العشر الأوائل منه. الليالي العشر التي أقسم الله بها في أول سورة الفجر، قيل إنها العشر الأول من شهر الله المحرم، ونسب هذا إلى ابن عباس، وقيل إنها عشر ذي الحجة، ونسب هذا إلى مجاهد وغيره، بل نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وإن لم تثبت هذه الرواية، وهذا القول رجحه الكثيرون، وبخاصة أن الليالي العشر ذكرت مع الفجر، وكثير من المفسرين قالوا إنه فجر يوم النحر، وهي كما قالوا ليالي أيام عشر. ويؤكد هذا القول أحاديث وردت في فضلها، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا أصح ما ورد في فضل هذه الأيام. ولكن ما هو العمل الصالح؟ هل هو نوع معين من العمل، أو هو كل قربة يتقرب بها إلى الله؟ جاء في بعض الأحاديث النص على بعض القرب، ففي رواية الطبراني بإسناد جيد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلي العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالعمل هنا هو الذكر. لكن جاء في حديث غريب، أي رواه راوٍ واحد فقط للترمذي، جاء قوله: يعدل صيام كل يوم بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. فالعمل هو الصيام والقيام. وجاء في فضل هذه الأيام أيضا بوجه عام كلام رواه البيهقي بإسناد لا بأس به عن أنس بن مالك، قال: كان يقال في أيام العشر: بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة ب10,000 يوم. إن النص على عمل في هذه الأيام لا يلغي عملا آخر، ولهذا أرى أن أي عمل صالح له ثوابه المضاعف، وبخاصة ما نص عليه في بعض الروايات من الذكر والصيام والقيام. وكان سعيد بن جبير يجتهد فيها اجتهادا شديدا حتى ما كان يقدر عليه. ولعل الفضل سببه أن هذه الأيام
هي التي يكثف فيها الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة، ويعيش الناس فيها في ظلال الروحانية والشوق إلى الأماكن المقدسة، سواء منهم من سافر ليحج ومن لم يسافر. والعمل الصالح إذا وقع في ظل هذه الروحانية كان أرجى للقبول ومضاعفة الثواب، وبخاصة أن هذه الأيام فيها يوم عرفة الذي جاء فيه حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. وفيها العيد والحج الأكبر، وهي أيام يتوفر فيها الأمن في البلاد الإسلامية لتهيئة الجو للمسافرين للحج ولمن خلفوهم وراءهم، وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر. يقول ابن حجر في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا، هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال، والله أعلم. وما حكم صوم يوم عرفة؟ وهل صيام هذا اليوم يعتبر سنة للحاج ولغير الحاج؟ صوم يوم عرفة سنة. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وروى النسائي بإسناد حسن أن صيامه يعدل صيام سنة، وفي رواية حسنة للطبراني أنه يعدل صيام سنتين، وفي رواية حسنة للبيهقي أنه يعدل صيام 1000 يوم. تدل هذه الأحاديث على فضل صيام يوم عرفة، لكن هذا لغير الواقف بعرفة. فقد روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه، وإن كان هذا النهي للكراهة لا للتحريم. ولذلك اختلف الفقهاء في حكم صيام هذا اليوم للواقف بعرفة. فقال الشافعي: يسن الفطر فيه ليقوى الحاج على الدعاء. وقال أحمد: إن قدر الحاج أن يصوم صام، وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى القوة. قال الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب: اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة. فقال ابن عمر: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وأنا لا أصومه. وكان مالك والثوري يختاران الفطر، وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة، وروي ذلك عن عثمان، وكان إسحاق يميل إلى الصوم، وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. رواه أحمد والنسائي: ومهما يكن من شيء فإن الأولى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه لم يصم هذا اليوم في حجة الوداع. روى البخاري ومسلم عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، وثبت أنه قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وثبت عنه أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفات، كما رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. فالخلاصة أن صوم يوم عرفة لغير الحاج مندوب، وأما في عرفة ففيه الخلاف،
وقد سمعنا ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في يومي الاثنين والخميس، فلماذا هذان اليومان بالذات دون غيرهما، وما فضل الصوم فيهما؟ في حديث رواه أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل له لماذا؟ فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول: أخروهما. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي نزل عليه الوحي وجاءته الرسالة، والله أعلم. نرى بعض الناس يكثرون من الصوم المتواصل، فهل رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، أم يوجد في الأحاديث النبوية ما يحض على غيره؟ روى أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار، ثم قال له: فصم وأفطر وصلي ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي الزوار عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. ولما طلب التشديد قال: صم من كل جمعة 3 أيام. ولما طلب التشديد أيضا قال: صم صوم نبي الله داود ولا تزد عليه. فقال: وما صيام داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو حديث: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، والله أعلم. إذا نويت الصيام يوم الاثنين وبعد الظهر أحسست بتعب فتناولت طعاما، فهل علي وزر في ذلك، وهل أثاب على نيتي أم لا؟ روى أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناول أم هانئ رضي الله عنها يوم الفتح شرابا فقالت: إني صائمة. فقال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وروى البخاري وغيره أن سلمان الفارسي الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء زار أبا الدرداء، ولما صنع له طعاما يأكل منه وكان أبو الدرداء صائما، قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. ثم قال له بعد قيام آخر الليل: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث بينهما قال: صدق سلمان. وروى البيهقي بإسناد حسن أن أبا سعيد الخدري صنع طعاما للرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقال واحد منهم: أنا صائم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. من هذا يتبين أن صوم التطوع لا حرمة ولا كراهة في قطعه بالفطر إن أحس الإنسان بتعب، ونترك ثواب ما صام لتقدير الله سبحانه، فعلى الأقل له ثواب نيته. وقال أكثر العلماء: يسن لمن أفطر في التطوع أن يقضي يوما بدله، والله أعلم. من الأمور المستحبة في شهر رمضان قيام رمضان أو ما يطلق عليه صلاة التراويح، فما فضل قيام رمضان؟
روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروي أيضا قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم إذا دخل العشر أي الأواخر من رمضان، أحيا الليل كله وأيقظ أهله وشد المئزر. يؤخذ من هذا أن قيام الليل في رمضان له فضله العظيم، والقيام يكون بصلاة التراويح التي يتلى فيها كثير من القرآن الكريم، وسميت بصلاة التراويح لأن فيها ترويحة أي استراحة، بعد كل ركعتين أو 4 ركعات كانوا يستريحون، والله أعلم. هل يجوز أن تصلى صلاة القيام بدون جماعة؟ وهل صلاتها في البيت أفضل أم في المسجد؟ يجوز أن تصلى التراويح في البيت لأن الأرض كلها مسجد، ولكن صلاتها في المسجد أفضل لأن المساجد خير البقاع في الأرض. كما يجوز أن تصلى بدون جماعة ولكن الجماعة أفضل، وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة جماعة ولم يداوم على الخروج من بيته ليصلي بهم خشية أن تفرض عليهم، ثم كان أن جمعهم عمر على إمام. جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه خرج ليلة في رمضان إلى المسجد فوجد الناس أوزاعا متفرقين، فرأى أن جمعهم على إمام واحد أفضل، فجمعهم على أبي بن كعب. ولما رأى ذلك في إحدى المرات قال: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد أن الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل حيث كانوا يقومون في أول الليل، والله أعلم. الذين يصلون صلاة التراويح في جماعة يرددون بعض أذكار يقولونها بين كل ركعتين أو 4 ركعات، ويرى بعضهم أنها بدعة غير مشروعة، فما رأي الدين في ذلك؟ ليس هناك نص يمنع من الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن في الفصل بين كل ركعتين من التراويح أو بين كل 4 منها مثلا، وهو داخل تحت الأمر العام بالذكر في كل حال. وكون السلف الذين يؤخذ عنهم التشريع لم يفعلوه لا يدل على منعه، إلى جانب أن النقل عنهم في منع الذكر المذكور غير موثوق به. وهذا الفاصل يشبه ما كان يفعله أهل مكة من قيامهم بالطواف حول البيت 7 بين كل ترويحتين، الأمر الذي جعل أهل المدينة يزيدون عدد التراويح على 20 تعويضا عن هذا الطواف، وهو أسلوب تنظيمي يعرفون به عدد ما صلوه، إلى جانب ما فيه من تنشيط للمصلين، فلا مانع مطلقا، وبهذا لا يدخل تحت اسم البدعة، فالنصوص العامة تشهد له فضلا عن عدم معارضته لها. ولئن سمي بدعة فهو على نسق قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، عندما رأى تجمع المسلمين لصلاة التراويح خلف أبي بن كعب، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، نود أن نعرف معنى الاعتكاف، وهل له دليل في القرآن والسنة يؤكد مشروعيته؟ وما الثواب عليه؟ وما حكمه؟ الاعتكاف معناه لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء أكان خيرا أم شرا. قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون على عبادتها. والمراد بالاعتكاف شرعا لزوم المسجد
والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله، والإجماع منعقد على مشروعيته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما كما رواه البخاري، واعتكف أزواجه من بعده كما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وحكمه أنه سنة ويكون واجبا عند النذر، ويتأكد فضله في رمضان وفي 10 الأواخر منه. والأحاديث التي وردت في فضله لم يتفق على صحتها، وإن كانت تقبل في فضائل الأعمال، منها ما رواه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد مما بين الخافقين. وما رواه البيهقي: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين. وهناك ترغيب في الاعتكاف أقل من يوم، وقد روى الخطيب وابن شاهين عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة وقرآن كان حقا على الله تعالى أن يبني له قصرا في الجنة. والله أعلم.